ملي غادي يوصل الى وصل الاخ حسن للسلاله في حصه راه كلشي غادي يوصل غادي يوصل. سي حسن تحياتي. مغامرة مليئة بالأدرينالين واللي قوية إن شاء الله اللي ما يكون أحسن نهار ندوز بخصوص هاد لي غوندوني كنتلاقاو عليهم كنتمتعو كنخرجو ديك الطاقة السلبية كنتمنى لأي واحد كبير ولا صغير نشجعو على الغوندوني اكتشاف الجمالية ديال البلاد ديالنا الحبيبة نتمنى التوفيق للجميع. سيدي حسن غادي ندير واحد الريس ان شاء الله اللي يكون تحت متوسط واحد شويه باش نقدروا ان شاء الله النيفو اللي بدينا به نساليو به لان الطريق من الشوكه طلع ثم كتعرفوا الشلال البياطي اللي جا في مطار صح شويه الطريق ديالو شويه صعيب ماشي ساهل وغادي نجبروا ضربتي من الطريق بعد هذه المره الثانيه ان شاء الله نتمنوا تدوز بخير ما تكونش اخيرا شوفوا الشباب الغزال سي محمد تحياتي سي ابراهيم سيدي ايوب سي محمد سي سعيد لاله خديجه سي محمد 30 سنه من عشاق الرياضه الجبليه ولي روندوني وخروج الى الطبيعه بصراحه يعني ملي كتخرج للطبيعه كتشوف الخضوريه يعني بزاف ديال الحوايج الصحه ديالك كيتبدلوا يعني كيتشوفك واحد العالم اخر كتشوف عالم اخر الحمد لله اين الوجه انت ماشي معنا ان شاء الله ولا عم لاقين ماشي لا لا عم نسنا وما كاين اليوم اليوم غادي ان شاء الله سلاله في فحصه وهذه بالنسبه لي اول مره صح خاي سعيد تحياتي للدراري كاملين بخصوص محمد الله ينورك كيسهر على البرامج الرائعه الصراحه وجهتنا ديال عز اخي محمد اليوم اول مره تعمل افحص اول مره ان شاء الله ان شاء الله بغينا نديرو بزاف ديال الحوايج وانما نبداو باللي قريب ونبداو باللي بعيد شويه حنا غادي شويه شويه وعلى حسب الفرص اليوم كان فاتح المحرم الساعة لينا هاد الفرصة ديال تبارك الله عليك زين تبارك الله على السي حسن تبارك الله تبارك الله اصحابه اصحابه مساو صالح مساو صالح هاكي جات
كان المدينة هو يعني خدمة الدار يعني من الأول اللي في الطبيعة بدات الحياة بواحد النسبة مئوية بزاف. يعني اللي بغيت نقول لكم هو أن الطبيعة هي أهم حاجة. يعني الله اللي ما يكون احسن نهار ندوز بخصوص هاد لي غوندوني كحماق عليهم كنتمتعو وخارج ديك الطاقة السلبية. كنتمنى لأي شاب كبير ولا صغير يشجعو على غوندوني كيشوف الجمالية ديال
البلاد ديالنا في الديزون. اه كله خيمة اختارير وغزال رقم واحد الحمد لله. انت تبارك الله في الصبر وفي الاخلاق. تعاون تعاون. يا منين تحية للمؤثرين المنظمين الصغيرين على الرحلة. تحية صح.